في خضم الأعياد الميلادية المجيدة، واعتماد ربنا يسوع المسيح، نتأمل في هذا الحدث العظيم. أيها الرب يسوع المسيح، باعتمادك في نهر الأردن انفتحت السماء وسمع صوت الآب وتجلى الروح القدس بهيئة حمامة ظاهرا لنا جميعا سر الثالوث الأقدس الذي دعانا لنكون على مثاله في القداسة، المحبة والعطاء. نسألك أن يتجلى حضورك في حياتنا لنسمع دوما صوت الآب معلنا أبوته لكل واحد منا، وليفعل الروح القدس فعله في حياتنا فنتقدس ونشهد بدورنا لك أنت الإله الحي. يا يسوع الحبيب، كما حضرت في عرس قانا الجليل مع والدتك الفائقة القداسة وحولت الماء خمرا، نسألك أن تكون حاضرا في حياتنا بهذا الماء المقدس الذي بفيض عطفك وسخائك أعطيته لنا لنولد من جديد، فتتحول حياتنا إلى عرس وفرح دائم بحضورك وحضور أمك الكاملة الطهارة العذراء مريم. وكما كنت تتجول في جليل الأمم حيث تكثر الخطيئة وعبادة الأصنام لتعلن مجيء ملكوت السماوات وتدعو إلى التوبة، تعال أيها الرب يسوع المسيح إلى موقع خطيئتنا وجدد إيماننا بخلاصك، وهب لنا توبة صادقة، حررنا من أصنامنا وخطايانا فنصير أهلا لملكوتك السماوي بشفاعة أمك الكاملة الطهارة وجميع قديسيك الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.